زيارة ثانية للسيد الوزير في شهر، شو تنجم تضيف وشو تنتظروا منها كإطارات صحية طبية في القيروان؟ مش انتظار، هذا يلزم تجسيم ويلزم تحقيق. ما عادش فما قرارات على الورق. اليوم مستشفى ميداني عسكري بكامل الأطباء نتاعو بالتجهيزات نتاعو يفرضوا على مدينة القيروان، ويفرضوا ما نجم نغفروا اللي صار قبل إلا ما يصير الشيء هذا، وما نغفروش خاطر القيروان مهمش عندها قداش. اليوم مستشفى ميداني كامل هو الحل. ثاني حاجة، الوضع أكثر من كارثي. يعني قارد سبت وحد باش نعطيكم شيفر باش تعرفوا وضع الكارثة. 30 سكانير البارحة عملناهم سوسبي، 27 بوزيتيف، معناها نسبة أكبر من نسبة 90% بوزيتيف. هذوما اللي تعاملوا عنا في السبيطار، معناها راهو وضع أكثر من كارثي. العباد البارح ما لقاوش باش يعطيوه الأكسجين، كان جيت البارح راك تلقى تشوف الكرهبة مطيشة. اليوم نداء للرؤساء الثلاث، نداء للرؤساء الثلاث، القيروان مش تستغيث، يزيو مهمشتوه، راهي العباد قاعدة تموت وغدوة باش تحسبوا قدام ربي. اليوم إقرار مستشفى ميداني عسكري، وبعد تو نحكيو في اللي فاي اللي صارت وفي اللي فاي اللي ما تعملتش. اليوم أعطينا اليوم أخويا ننقذوا العباد وننقذوا روح العباد، وهذا هو اللي نجم نقوله.